السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المركز الاداري لكره الحرس ابو نور، معاكم كابتن ابو نور منورنا يا جماعه. معلش اتاخرنا عليكم بالفيديوهات بتاعتنا، الفيديوهات اللي انتوا كل اغلبيه الناس بتستناها للمعلومات والفايده اللي هي بتستفيد منها في تربيه الكلب بتاعك، ان كان في بيتك ان كان في اي مكان عشان تستفيد منه. طبعا زي ما عودناكم ان احنا بنجمع الاسئله وبنعرضها على اليوتيوب في الفيديوهات في الحلقات بتاعتنا عشان انت تستفاد وغيرك يستفاد، وما يبقاش في حد مش فاهم، يبقى كله عارف وكله عارف بيعمل ايه وبيربي ايه والكلام ده كله. بنشوف النهارده الاسئله بتاعتنا، ومعانا ويسا محمود. تحياتي ليك ويسا، شكرا لمتابعتك معانا على القناه واشتراكك معانا. بيقول عادي لو فرشت رمل في الارض للكلب الحامل بلاش؟ طبعا يا ويسا هو مش عادي ولا حاجه موضوع الرمل ده، لا بلاش رمل، لان طبعا هي اول حاجه بتلم البراغيث الحاجات اللي فيها تراب زي الرمل مثلا، لان ما تنساش الكلب الحامل ديت بتنزل دم وبتنزل ميه وكلام من ده، تمام؟ فطبعا الحاجات ديت مع الرمله بتلم البراغيث لان بتعمل ريحه وكلام من ده. ولو جيت لو حبيت ترش الرمله مثلا مواد كيماويه مش هتعرف تتعامل بيها، يعني مش هتعرف تقلب الرمله كويس والكلام ده كله. فيستحسن ان يكون اي حاجه زي ما قلنا قبل كده، نجيب كراتين كرتونه مثلا ونقصقصها حتت صغيره ونفرشها تحت الكلب الحامل، هتبقى تمام التمام. يعني في معانا اثر سعد بيقول طيب في حاله اخذت جرو والسعر اللي انت قلت عليه، في حاله اخذت جرو والسعر اللي انت قلت عليه وطلع بعد ما كبر اي كلام وطلع مش هو المطلوب، ساعتها تقول انا مش مغسل وده من جنه، وهيكون ايه بالظبط؟ من غير ما تقول بتاعي، ما هو ما ينفعش تربي وتاكل والاخر يطلع الحظ زي البطيخ، ولا ايه رايك؟ يعني هو قصده اثر سعد قصده ان هو ممكن ياخد من عندي جرو مثلا من اللي احنا بنبيعه، والجرو ده لما يكبر تبقى مواصفاته وحشه، يبقى هو لبس الموضوع والكلام من ده. لا لا والله ما عندناش الكلام ده، خلي بالك الحمد لله احنا بنبيع جراوينا وبنفوجئ بيها وهي في الشارع وماشيه مع الناس، بنبقى احنا عايزين نشتريها لان بنشوف كلب شكله جميل خالص، كلب جميل جدا الحمد لله، ما صدفتش عندنا ان احنا بعنا حاجه ولما كبرت طلع شكلها وحش الحمد لله. وطالما انت قلقان، طالما انت قلقان كده قبل ما تشتري، انا طبعا ما رحتش شديتك من ايدك ولا قلت لك تعال اشتري من عندي ولا كلام من ده، طالما انت الان تابع القناه بتاعتنا الاول وشوف شكل الكلاب اللي عندنا وشوف الكلام ده كله قبل ما انت تيجي تشتري، عشان ما حدش يضحك عليك وينصب عليك. مش انا مش هنقول لك ان احنا ملاك وكلام من ده، لا 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 لا، تابعنا الاول وشوف حاجتنا الاول قبل ما تشتري، لان انا مش هروح اقول لك تعال اشتري عافيه وكلام من ده. الحمد لله حاجتنا احنا واثقين فيها وعارفين شكلها لما بتكبر، لما بيبقى عندها شهرين بيبقى شكلها ايه، ولما بيبقى عندها 3 شهور بيبقى شكلها ايه، وعارفين حياتنا لما بتكبر لما تعدي السنه بيبقى شكلها ايه. فالحمد الحمد لله كل واحد واثق في حاجته وعنده ثقه في حاجته. ربنا يبارك اللي اشترى مننا، اكيد الناس اللي اشترت مننا هتبين لنا مواصفات الشغل بعد كده. وعلى فكره الكلب يا جماعه اللي احنا كنا قلنا هنقعده لنفسنا عشان نشوف مواصفاته لما يكبر، اللي هو راموس الجرو الصغير ده اتباع والله، في واحد شافه اتعلق فيه، كانت مواصفاته بدات تبان خالص، شافه اتعلق فيه وقال انا مش سايبه وخده، يعني ربنا يبارك له فيه يا رب. في معانا اثر سعد، لا في ساره بتقول السلام عليكم، انا ساره من فلسطين، مشكلتي ان عندي كلب البيتبول وقبل اسبوع عض اختي الصغيره، يا ترى هل هو يكره الاطفال؟ واذا بيكره الاطفال كيف اجعله يحب الاطفال وشكرا. طبعا يا ساره احنا قلنا قبل كده كلاب البيتبول معروف ان هي ساعات اغلبيتها بيبقى عندها كراهيه من الاطفال، او الكلب عامه عنده كراهيه من اللي بيعمل اثاره قدامه وبيتحرك قدامه وبيحسسه ان هو خايف منه، فالبيتبول ده معروف بطبيعته كده. لكن احنا زي ما قلنا عشان تضيع موضوع ان هو يهجم على اختك ده، كممي الكلب بتاعك واربطيه بسلسله كده في الحيطه مسافه قصيره ما تكونش كبيره، ولبسيه كمامه تكون الكمامه كويسه، وخلي اختك تدخل له الميه والاكل بتاعه وهو لابس الكمامه، وما تخافش منه مهما يهجم عليها، ما تخافش منه ما ترجعش لورا باذن الله. طبعا هو الموضوع عايز قلب شويه معلش، بس باذن الله، لان جالنا كلب بيتبول قبل كده كان صاحبه بيعاني من نفس المشكله والاطفال الصغيره، خلينا اصغر طفل عندنا قدم له الميه وتعامل معاه، وبعد كده حلينا الكمامه بعد اسبوع ولا حاجه، الكلب بقى تمام التمام مع الاطفال وبقى يتعامل عادي وبقى حبه للاطفال اكتر من الاول بكتير الحمد لله. يعني في معانا المحلويه، كابتن انا الكلب بتاعي لما باكله اكل ني بيرجع، ليه؟ ارجو الجواب شكرا. المحلويه طبعا شكرا لاشتراكك على القناه بتاعتنا. موضوع ان تاكل كلبك اكل ني ويرجع دي على فكره مش مشكله ولا حاجه، انت بس ما تضغطش عليه في الاكل بكميه كبيره، حاول ان انت تديله نسب صغيره، لان انت كنت بتاكله طيب مثلا قبل كده وعايز تاكله ني فانت بتديله كميات كبيره، تمام؟ فطبعا لما بتيجي تديله الكميه الكبيره هو بياكل، ممكن يبقى جعان مثلا بياكل،
بياكل بكل قوته يعني ما بيبقاش فيه هضم للاكل فبيضطر يرجعه تاني. فانت حاول ان انت تديله كميه صغيره كل يوم، وجبه على قده كده، حاجات صغيره، تمام، هيبقى تمام التمام معاك وما مش هيبقى فيه ترجيع. ولو اتكرر الموضوع ده كل اللي عليك ان انت هتروح تجيب له حقنه سوفوتكس من الصيدليه لو هو كبير في السن، هتجيب له حقنه سوفوتكس 1 جرام وحقنه بريمبلان للترجيع وهتديهم له في العضل، هيبقى تمام التمام باذن الله وهيلغي موضوع الترجيع. حقنه سوفوتكس وحقنه بريمبلان وتديهم له في العضل، هيبقى تمام التمام باذن الله. طبعا يا جماعه نستكفي كده بالاسئله عشان الحلقه ما تطولش عليكم. واي حد محتاج اي حاجه اكتبها لنا على اليوتيوب، احنا تحت امركم، بنمس عليكم كل يعني كل يوم من جنب لاكي. طبعا في ناس كتير بتحب الجولدن، كلاب جميله جدا، لاكي كلب حبوب جدا، ربنا يبارك لاصحابه فيه يا رب. هو لو لاحظتوا عليه ان هو يعني كلب حنين جدا ويحب الحنان، لو سبت ايدي كده مصمم برده، تمام. طبعا المنظر ده يا جماعه يعني يكفي الصحوبيه والحنيه على صاحبه. الكلب بنشوف منه حب، والله العظيم ما بنشوفوش في البشر، بنشوف منه حب ودرجه حنيه احنا ما بنشوفهاش في البشر والله. طبعا نستكفي كده يا جماعه، تحياتي لكم وتحياتي لكل الناس المشتركه معانا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وفي اي مكان تاني. تحياتي للناس اللي بتشوف فيديوهاتنا وبتتابعها من اي مكان في الوطن العربي، تحياتي لكل دوله في الوطن العربي وكل محافظه من محافظات مصر، تحياتي للناس اللي بنحبهم كلهم والناس اللي متابعانا دايما، تحياتي لكم من قلبي. يعني بصراحه الواحد بيبقى عايز يعمل كل يوم 100 حلقه علشان يفيد الناس والناس تفهم وتعرف، ومش محتاجين اي مقابل من اي حد، كفايه بس ان انت تستفاد وتعرف المعلومه كويس. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة ودايما المتابعة معنا، وبإذن الله هتعرف كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المركز التدريب كلاب الحراسة من دمنهور من جنب لاكي.